وقف عندك. شو بدكون؟ انت مهند تكين اوغلو؟ شو بدك مني؟ انتو كلاب ولا فرحات؟ ركب السيارة. على راسي بركب اذا بدكن تاخدوني لعند الكلب فرحات. نحنا ما منعرفه لفرحات. يلا طلع قدام. بعد عني ولاك. يلا طلع لشوف. ماسكينه للزلمة وعاملين له بهدلة مرتبة. قايلين له ليش عينك على النسوان الأجانب؟ شو قال لهم؟ النسوان الأجنبيات من غمزة وحدة بيفهموا شو بدك وشو طلبك. بس النسوان تبعنا بدك تشربهم إياها بالمعلقة. ليك ليك على هالحكي الفاضي، على أساس هو سلطان زمانه. فعلا. تعرف شغلة؟ والله أنت ما بتخلي هم على القلب. يعني انت على طول هيك فايق ورايق؟ ايه والله. انت لسه ما اكلت شيء. مسيك هاي الزبده كتير طيبه. يسلموا ايديك. دهنا على الخبزه وحط فوقها عسل. لا مشكور، خلص شبعت، ما بدي خبص، حاسس حالي تعبان، معدتي الى يومين كانه مظابطه ابدا. ليش بقى؟ لتكون منفوخ وعندك غازات. ليك عصيرة الغازات تذكرت نكته حلوه كتير. قال في زلمة مجنون ماشي بالطريق وعم يعمل غازات، وفجأة سمع صوت وراء. بعد إذنك معلم، جبنا اللي طلبته. هدول هني؟ متأكد؟ لك انتو كيف بتستخدموا اسمي وبتروحوا بتزعجوا الناس؟ ها؟ عم تروحوا تاخدوا أتوات من عند الناس يا كلاب؟ بدكن تخلوني علكة بتم العالم وتمسحوا باسم الأرض؟ التوبة ما ترجعوا على حالكن؟ والله ما عاد نعيدها. ليك هذا الشاب لو ما دور علي وسأل مين هو المعلم بشير ما كنت عرفت شو عم تعملوا من وراي. أنا مدين لهالشاب اللي قدامكم طول حياتي، لو ما خبرني كانت هلا سمعتي بالأرض. شو رأيكم طلعكم من عندي هلا كلياتكم جساس؟ شو بعمل فيكم ولاك؟ شو بعمل فيكم؟ احكي. سامحنا. الله يخليك يا معلم، والله ما بقى نعيدها. خدن على السوق لهالخنازير. بتخليهم يعتذروا من كل شخص زعجوه. ويبوسوا إيده كمان. وبيسددوا كل شيء أخدينه. وبعدين بترجعون. لسه ما خلصت منهم، بدي فكر لهم بعقوبة مناسبة. حاضر. حاضر معلم. امشوا. شايك رح يبرد. خلينا نحكي هلأ بمشكلتك. شو قلت لي اسمه للزلمة؟ فرحات؟ ايه فرحات، ولازم لاقيه بسرعة. مفهوم مفهوم. لا تخاف، منلاقي له فرحات وأبو فرحات إذا بدك. تكرم. الله يكرمك.